السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم، ويعد الأيام علينا على يا رب بخير، ويبعد عننا الجمة يا رب. لأول مرة يشوف القناة ما ينساش يعمل لايك ويشترك في القناة وشير الفيديو. النهاردة الفيديو مهم جدا 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 جدا. احنا الصيف اجا اهو، كل سنة وانتم طيبين، واحنا في ايام الصيف، وسوري يعني انا اسفة على اللفظ، في حشرات ممكن تدخل لنا اللي هي الصراصير وكده، انا اسفة يعني. فاحنا عايزين نجيب وصفة من الاخر. الفيديو ده سريع بس مهم لكل اللي بيعانوا من الحشرات في الصيف. احنا هنعمل معاكم الوصفة دي بجد، هي مش وصفة يعني، هو كيس واحد ب5 جنيه هيخلي الصراصير طول السنة مفيش صراصير خالص. وان شاء الله يا رب يبعد عننا الحاجات الوحشة دي. كل اللي احنا هنحتاجه ورقة بيضة كده، تمام. انا هقطعها عشان كل ما كانت ارقى احلى، تمام. انا اسفة برضه على المنظر. احنا هنستعمل قشر السمك بتاعنا والسمك عشان الصراصير هي هتيجي على الريحة دي، فانا اسفة والله العظيم انا اسفة خالص، بس احنا عايزين الحاجات دي عشان هي الحاجات دي يعني اللي بيجي عليها الصراصير وكده، تمام. انا اسفة كمان مرة، تمام. اهو هنعمل ايه بقى هنا؟ هنجيب الكيس ده، شايفينه؟ من اي صيدلية، من اي بيع بيبقى موجود يعني، تمام. هنقص، انا اسفة كمان مرة على المنظر، هنقص يعني بجد بجد وصفة من غير تعب خالص، كل الحاجات دي كده، تمام. بس اهم حاجة الوصفة دي ما يقرب لهاش المية، تمام. وهنعمل كده اهو كده، ونحطه في الاماكن اللي بيجيلكم منها الصراصير اهو، الاماكن الورقة نفسها وما يوصلوش المية خالص، ونغسل ايدينا كويس ما يوصلش في لين مية، وكل مكان في صراصير بكيس واحد من ده نعمله بالمنظر ده، ونوزع يعني في كل مكان في المطبخ او المكان اللي بيجي في صراصير، وانت عارفة ان بيجي هنا صراصير، نعمل ورقة زي دي ومنشلهاش خالص طول الصيف، منشلهاش ريحته وحشة، ما نشيلهاش. كل ما صراصير نأسف الحشرات هتيجي تاكل، هيموت ويتحرق خالص، هيتحرق الصرصار. بكيس واحد من ده على شوية سمك عندك، ونوزع في كل الأماكن اللي بيجي منها صراصير، واللي بتكون فيها الصراصير خلاص ما عادش هيبقى فيه صراصير، والصراصير هتتحرق ومنشلوش. تلاقينا انا اسفة كمان مرة، تلاقينا صراصير، نشيل الورقة زي ما هي كده ونمسح وننظف ونرجع نحطها تاني، الصراصير بتتحرق. هي سلفتي اللي كانت قالت لي، انا كنت جبت الكيس ده ما عملش معايا اي نتيجة، عشان انا كنت نشرت حطيته كده زي ما هو، كنت حطيته زي ما هو، ما قتلش صراصير ولا اي حاجة، انما مع السمك هي قالت لي ان الصراصير هتيجي على ريحة السمك وكده يعني. انا حطها كده بس فوق الورق، احنا ما نيجي نحطها نحطها زي ما هي كده وفي ورقة قديمة عشان ما نستعملش
اطباق ولا حاجه في ورقه بيضه زي دي كده، نحط قشر السمك ونحط الكيس الباور ده، خلاص الصراصير ما هتبقاش موجودة وهتتحرق، وكل شوية ننظف المكان وخلاص. بس بجد كيس معجزة نستعمله بالطريقة دي، نستعمله بالطريقة دي خلاص ما عادش في صراصير. زي ما انا قلت لكم انا كنت استعملته بطريقة غلط ما جابش معايا نتيجة، سلفتي الله يبارك لها الصراحة والله، قالت لي على الوصفة دي موتت كل الصراصير. يعني انا وانا بنظف المطبخ اتلاقيت لما اغزى كده، يعني انا اسفه، صراصير محروقه وفي مكان ما كنتش يعني ما كنت انا ما بستعملوش كتير، فما بنضفش ما نضفش المكان فيه كتير، لقيت الصراصير المحروقه دي، وفعلا المكان ما عادش عندي ولا صرصار، كل ما يجي ياكلهم هيموتوا على طول. تنسوش تعملوا اللايك وتشتركوا في القناه وتشيروا الفيديو مع اصحابكم. الوصفة دي في كل مكان نستعمل كيس، تمام، ما نقسمش الكيس، ما نقسموش الكيس في مكان واحد بس عشان يعمل مفعول معاكي، انما لو قسمتيه مش لو قسمتيه مش هيعمل معاكي نتيجة. الكيس على حبة سمك زي دول وخلاص. لو انت مش عايزة تعمل القشر تحطيه على سمكية، على سمكية صغيرة، الشبار الصغير ده حطيها على السمكة وخلاص، لو انت قرفانة من القشر وكده. طولت عليكم الفيديو، متنسوش تعملوا اللايك وتشتركوا في القناة وتشيروا الفيديو عشان الكل يستفاد. احنا داخلين على صيف او خلاص دخلنا في الصيف خلاص، وهنعاني يعني من كده كتير. كيس ب5 جنيه، احنا عندنا ب5 جنيه، بس هو في اماكن تانية ارخص بكتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.